الضوء موجة كهرطيسية. صديقي، هاي الفقرة في كم فقرة بعدها هي عبارة عن فقرات حفظية، وفيها يعني هاي الفقرات اللي راح نشوفها في كم فقرة راح نشوفها فقرات جامدة، فيها أغلب معلوماتها حفظية وفيها عدد من القوانين اللي بتطلب بصمهن. بس ركز معي، يعني أنا قلت صحيح جامدة بس ما قلت مستحيلة أو صعبة. لهيك راح تشوف انت انه في معلومات كثيرة مكررة من الباك والثانوي راح تتكرر معانا بالفقرات القادمة. لهيك ركز معي، خلينا نخلص من الفصل الثالث لانه طولنا كثير فيه. تبين لدى دراسة انتشار الضوء في الأجسام الصلبة انه معادلة انتشار الضوء كانت شبيهة بمعادلة انتشار الأمواج الكهرطيسية اللي نشأت عن نظرية ماكسويل. يعني ماكسويل هو صاحب نظرية الأمواج الكهرطيسية، ورح ندرس كل شيء بخص ماكسويل بالفقرات القادمة. طبعا نظريته جمعت كل ما هو معروف عن خصائص الشحنات الكهربائية والحقول التي تصدر في حالة السكون والحركة. كمان نظرية ماكسويل ربطت بين الشحنات والتيارات والحقول الكهربائية والمغناطيسية. كمان نظرية ماكسويل جمعت كل شيء قوانين للعلماء من العصور القديمة لحد عصر ما ماكسويل، مثل قوانين أمبير وفاراداي اللي راح نشوفهم بالفقرة القادمة. كمان ماكسويل حسب سرعة انتشار الأمواج الكهرطيسية، وكانت نفس سرعة انتشار الضوء اللي هي سي. كمان بنظرية ماكسويل فسر استقطاب الضوء. طبعا عندنا احنا فقرة خاصة للاستقطاب راح نشوف فيها الاستقطاب بكل انواعه، وراح نفصل بالاستقطاب الامواج الكهرطيسية بفقرة خاصة لحاله. لهيك يعني حاليا احفظ لي بس مجرد انه فسرت استقطاب الضوء، وراح نشوف شلون فسرته بفقرة الاستقطاب. في عندنا ظل معلومة انه هرتز هو اللي اول من قام بتوليد الامواج الكهرطيسية وكشف عنها، وكمان حسب سرعتها، وطلعت نفسها كمان سي واللي هي سرعة الضوء. لكن اللي كان الفارق بينه وبين الضوء ان هاي الامواج ما كانت مرئية، ونحن بنعرف انه الضوء هو امواج كهرطيسية مرئية. يعني عندنا القسم من الإشعاعات المرئية اللي هي مثل ما حكينا من 400 ل 750 أو 700 نانومتر هي ضوء مرئي، لكن الهرتز من الأمواج الكهرطيسية اللي قام بتوليدها هرتز ما كانت هرتز ما كانت مرئية. تتكون الموجة الكهرطيسية من مركبتين، إحداها لحقل كهربائي والأخرى لحقل مغناطيسي متعامدان فيما بينهما. كنت حاكي أني بالفقرة الأولى من ضوء موجة أنه الموجة الكهرطيسية تتكون من حقلين متعامدين، حقل كهربائي وحقل مغناطيسي، عمودين وعمودين على جهة الانتشار. رح نشوف هنا فقرة واللي هي كانت انه توليد الامواج الكهرطيسية. هاي الفقرة صديقي انا بنصحك انه تتركها وما تلتكش بيها، واللي هي الفقرة الكبيرة اللي صفحة 93، ولا تقرب عليها ابدا، اتركها ولا كأنها موجودة. بعد ما ندرس الاشعاعات وندرس الامواج الميكروية وندرس الاشعة السينية وندرس الهيرتز التيرا هيرتز وندرس الاي ار، ارجع عليها وشوفها انه راح تشوفها انه هي فقرة بايخة وما فيها اي معلومات جديدة. يعني هي عبارة عن هيك حكوا من كل فصل جملة. بعد ما ندرس ونفصل بانواع الاشعاعات الكهرطيسية كلها راح تشوف انه كل هاي الصفحة ما فيها اي معلومة زيادة عن اللي درسناه. لهيك اتركها بعد ما تخلص الفصول تبعات الاشعاعات الكهرطيسية، ارجع عليها تقرأها قراءة بتلاقي حالك ما في اي معلومة جديدة فيها. تطبيق: احسب الطول الموجي لموجة كهرطيسية عندما تواترها 60 هرتز او 93.3 ميجا هرتز، وحزمة ليزرية 4.74 ضرب هنا 10 قوة 14 هرتز. بنطبق القانون اللي هو لمدة تساوي سي على اف، وبنحسبها على الآلة حاسبة ما بدها اي شيء، جربها وطبق عليها. ومثل هيك اسئلة تتكرر كثير من الامتحان، فتعود على طريقة تطبيقها على الآلة الحاسبة مشان السرعة بالامتحان ومشان تضمن علامتها.
نبلش هسه بمعادلات ماكسويل والأمواج الكهرطيسية. رح نبلش بقواعد تخص الشحنة اللي جمعت معادلات ماكسويل. أول شيء الشحنة الثابتة تولد حقلا كهربائيا. طبعا هاي القواعد تبعات الشحنة رح تشوف انهن اغلبهن مكررات من الثانوي ومن وحدة المغناطيسية اللي بالباك خصوصا، رح تشوف انه اغلب المعلومات مكررة منهن. مثل ما حكينا الشحنة الثابتة تولد حقلا كهربائيا، الشحنة المتحركة تولد حقلين كهربائي ومغناطيسي، يعني حقلين كهربائي ومغناطيسي. أما الشحنة المسرعة فراح تولد كمان حقل كهربائي ومغناطيسي لكنهما متغيرين، يعني بتغير هالحقلين كهربائي ومغناطيسي. كان بالشحنة المسرعة راح يصير عندي حقل كهربائي ومغناطيسي متغيرين، هالحقلين الكهربائي والمغناطيسي المتغيرين راح يولدن الأمواج الكهرطيسية. مثل ما حكينا بالسلايد الماضي إنه الأمواج الكهرطيسية، وكنا حكينا بالفقرات الماضية إنه الأمواج الكهرطيسية تتكون من حقلين، حقل كهربائي وحقل مغناطيسي عمودين. فالشحنة المسرعة بتولد حقلين كهربائي ومغناطيسي متغيرين، واللي بدورهما يولداني حقلا يولداني موجة كهرطيسية. هاي الشحنة المسرعة اللي بتولد الحقلين الكهربائي والمغناطيسي إلها تواتر، فالحقل الكهربائي الأول راح يكون له نفس التواتر لهاي الشحنة، والحقل المغناطيسي كمان راح يكون له نفس التواتر لهاي الشحنة. فمعناته راح تكون عندي الموجة الكهرطيسية إلها تواتر نفس تواتر الشحنة المسرعة. بحكي انه اذا توقفت الشحنة عن الاهتزاز، اذا توقفت الشحنة عن الاهتزاز راح تكون عندي هاي الموجة الكهرطيسية على شكل نبضة. يعني كان عندي هالشحنة المسرعة تهتز ولدت عندي حقل كهربائي ومغناطيسي، اي موجة كهرطيسية. بس وقفت هاي الشحنة عن الاهتزاز راح تكون عندي الموجة الكهرطيسية على شكل نبضة. حندرس اول اشي قبل ما نبلش بالقوانين غاوس وقوانين فاراداي وامبير، راح ندرس الهواء ذو قطبين، ذو قطبين كهربائي مهتز. ذو قطبين كهربائي ممتاز المهتز بنتج عنه حقلين، حقل كهربائي وحقل مغناطيسي. الحقل الكهربائي بنتشر على شكل موازي للصفحة، يعني هون لو نعتبر انه السلايد هو الصفحة فراح ينتشر الحقل الكهربائي بشكل موازي لهاي الصفحة. اما الحقل المغناطيسي فهو على شكل عمودي. ذكروا النقطة والاكس كانت تعبر عن الحقل المغناطيسي بالباك، فالحقل المغناطيسي هو على شكل عمودي على الصفحة. بحكي انه اخر شيء انه كل ما صار الحقل بعيدا عن محور ذي القطبين بيكون أقوى، وكل ما قرب عليه بيصير أضعف، لكن بشرط إنه يكون عمودي على محور ذي القطبين. يعني بس ينتشر يمين أو يسار ذي القطبين الكهربائي المهتز بيكون الحقول الناتجة عندي الحقول الكهرطيسية أقوى، ولكن لازم تكون عمودية على محور ذي القطبين، هذا هو المحور. أما إذا كانت بالمحور أعلى وأسفل حيث تصبح الحقول البعيدة أقوى في الاتجاهات العمودية على محور ذي القطبين أي يمين ويسار، وراح تكون أضعف وفق المحور أعلى وأسفل. فالحقول راح تكون كل ما بعدت عن محور ذي القطبين المهتز راح تكون أقوى، ولكن بشرط أنها تكون عمودية على هذا المحور. رح نبلش بمعادلات ماكسويل. هنا عندنا قانون غاوس في الكهرباء، قانون غاوس في المغناطيسي، قانون فاراداي وقانون امبير ماكسويل، كلها يعني اغلبهن مكررات معانا. قانون غاوس في الكهرباء بيحكي انه الحقول الكهربائية غير المتحرضة لابد ان تبدأ بالشحنات الموجبة وتوقف عند الشحنات السالبة، يعني مثل مبدأ عمل البطارية انه الالكترون تتحرك من القطب الموجب الى القطب السالب. قانون غاوس في المغناطيسية، قانون غاوس في المغناطيسية بحكي انه لا يوجد احاديات قطب مغناطيسية، يعني انه ما في عندي مغناطيس له قطب واحد، لازم كل مغناطيس يكون عندي له قطبين، ويكون عندي حقول مغناطيسية صادرة من الشمال الى الجنوب، وتكون هاي الحقول بشرط تكون هاي الحقول مغلقة وليست مفتوحة.
قانون فاراداي، قانون فاراداي وقانون امبير ماكسويل هن قانونين عكس بعضهما. قانون فاراداي بيحكي انه تغير الحقل المغناطيسي هو اللي بيولد الحقل الكهربائي، اما قانون امبير ماكسويل فبيحكي انه تغير الحقل الكهربائي هو اللي بيولد حقل مغناطيسي. بعد ما نجمع معادلات ماكسويل اللي معانا رح ونحلها رح يطلع معانا حل جيبي. هالحل الجيبي رح يكون لحقلين كهربائي ومغناطيسي متغيرين بدلالة الزمان والمكان، ورح يشكلن هالحقلين الكهربائي والمغناطيسي مثل ما حكينا أمواج كهرطيسية. يعني أغلب هالمعلومات معلومات حفظية ما قدرت يعني أشرحهن أكثر من هيك. ظلت ملاحظة أنه لا يمكن أن توجد موجة لحقل كهربائي على حدة أو موجة على حقل مغناطيسي على حدة، يعني ما بصير أني أشوف حقل كهربائي له موجاته على حدة أو حقل مغناطيسي له موجاته على حدة بالأمواج الكهرطيسية. لازم دائما الموجين الحقلين يكون متواجدين معا ومتعامدين على بعضهما وعلى على جهة الانتشار. تنويه، لا يمكن أن توجد، حكينا هاي الجملة إنه ما بصير نلاقي يعني حقل كهربائي على حدة أو حقل مغناطيسي على حدة. الهوائي، رح ندرس الهوائي أو الأنتين الموجود عندك على التلفزيون أو على الراديو. إله نوعين للهوائي، هوائي ذو قطبين كهربائي وهوائي ذو قطبين مغناطيسي. رح نبلش بالهوائي ذي قطبين كهربائي. هوائي ذي قطبين كهربائي بيكون عندي هالأنتين وفيه داخله إلكترونات موجودة داخل هذا الأنتين. ببعث أني موجة كهرطيسية واللي هي موجة راديوية، يعني محطات الإذاعة والتلفزيون اللي ببعث الموجات بتكون أمواج راديوية أو ميكروية، رح ندرسن يعني بس نوصل لعندهن. بس حاليا إنه بعثن أمواج راديوية. الأمواج الراديوية مثل ما حكينا هي عبارة عن أمواج كهرطيسية، يعني فيها حقل كهربائي وحقل مغناطيسي. الهوائي ذي قطبين كهربائي بعد ما اجت الموجة الكهرطيسية بحقلها الكهربائي، اذا مرت هذه اذا مر يعني هذا الحقل خطوط هذا الحقل بشكل موازي للانتين او الى الالكترونات الموجودة داخل الانتين، راح تتحرك عندي هاي الالكترونات وتصير تهتز. بعد ما تهتز راح يتولد عندي تيار كهربائي متناوب او اي سي. هالتيار الكهربائي راح ياثر على شيء اسمه بلورة كهروضغطية. ذكر صديقي، وين ذكرت البلورة الكهروضغطية؟ ذكرت معانا بمجهر المفعول النفقي اللي درسناه مع المجاهر الإلكترونية بالفصل الأول. تذكير بهن البلورات الكهروضغطية، بلورة الكهروضغطية لما أعطيها تيار راح تصير تتغير أبعادها، ومن تغير أبعادها راح يصير عندي تخلخل بجزيئات الهواء وراح ينتج عنها موج، راح ينتج عنها يعني موجة صوتية، وراح يصير عندي راح يطلع عندي الصوت. أما بس أغير أبعادها للبلورة الكهروضغطية راح ينتج عني تيار، يعني بشكل متعاكس. لما أعطيها تيار راح يتغير حجم أو أبعاد البلورة، ولما أني أضغط هاي البلورة يعني أصير أغير بأبعادها راح تنتج عندي حقل كهربائي. وراح نرجع نفصل بالبلورات بشكل يعني مفصل ودقيق بالفصل الإيكوغرافي خلال دراستنا القادمة. مثل ما حكينا الهوائي ذو قطبين كهربائي، بتيجي الحقل الكهربائي للموجة الكهرطيسية بشكل متوازي الكترونات، بتحرض هاي الالكترونات على الاهتزاز، بنتج عندي حقل، بنتج عندي تيار كهربائي. هالتيار الكهربائي بيأثر على البلورة الكهروضغطية، بنتج عندي الموجة الصوتية. طيب اذا اني حركت هذا الهواء يعني خليته بشكل مائل، فرح تكون عندي بس الامواج الكهرطيسية، يعني بس الحقول الكهربائي للامواج الكهرطيسية الموازية لهذا الانتين هي اللي راح تولد عندي اهتزاز بالالكترونات، وراح يتشكل عندي موجة صوتية، يعني راح تكون عندي اضعف الالكترونات المهتزة، راح تكون عندي اضعف الامواج الصوتية. اما اذا كانت عندي الانتين خليته بشكل متعامد مع الحقل الكهربائي للموجة الكهرطيسية فما راح يكون عندي اي اشارة ابدا. بس هوائي ذي قطبين مغناطيسي، بالهوائي ذي قطبين مغناطيسي بتكون عندي سلك على شكل حلقة
وعندي كمان نفس الشيء موجة كهرطيسية، لكن حاليا راح أدرس الحقل المغناطيسي للموجة الكهرطيسية. لازم عندي بالهواء ذي القطبين المغناطيسي تكون عندي الموجة المغناطيسية معامدة لمستوي الحلقة، يعني لازم يكون عندي الحقل المغناطيسي للموجة الكهرطيسية بشكل متعامد مع الحلقة النحاسية للأنتين ذي قطبين مغناطيسي. يمر الحقل المغناطيسي في مستوى الحلقة ويخرج منها. بس هنا في عندي انه عندما يتغير الحقل المغناطيسي، يعني مثل ما بنعرف انه بتتغير الحقل الكهربائي والمغناطيسي، عندما يتغير الحقل المغناطيسي راح يتغير التدفق في مستوى الحلقة، فراح يتولد عندي تيار متحرض وراح يتشكل عندي موجة صوتية. معادلات ماكسويل راح ندرس الساعة حساب سرعة الضوء حسب ماكسويل. طبعا مثل ما حكينا انه ماكسويل حسب سرعة الامواج الكهرطيسية، والضوء اللي هو قسم من الامواج الكهرطيسية. مثل ما حكينا طلعت عندي سرعة الامواج الكهرطيسية نفسها سرعة الضوء، فقانون سرعة الضوء حسب ماكسويل هو سي تساوي 1/ε0 ميو صفر. القيم ابسيلون صفر وميو صفر غير مطلوبة منك، وكل التطبيق اللي عاملينه هم واخر شيء طالع معاهم هي سرعة الضوء 3 ضرب 10 أس 8 غير مطلوب منك. يعني حفظه، مطلوب منك حفظه انه القانون هذا اذا اجى على شكل سؤال نظري، يعني يسألوك انه قانون سرعة الضوء حسب ماكسويل ويحطوا لك عدة قوانين ويخيروك بيناتهم. وانه لازم تفهم كمان ابسيلون صفر، ابسيلون صفر هي السماحية، والسماحية بتتناسب عكسا مع التدفق، يعني كل ما ازداد كل ما نقص التدفق راح تزداد السماحية. أما ميو صفر فهي النفوذية، النفوذية تتناسب طردا مع التدفق، يعني كل ما ازداد التدفق راح تزداد عندي النفوذية. وأكثر من هيك يعني ما بتنشرح، يعني إنه لازم مثل ما حكينا تحفظ هذا القانون وتحفظ شو يعني إبسلون صفر واللي هي السماحية والنفوذية، وكل واحدة تتناسب طردا أو عكسا مع مع التدفق. بس ما فيها أي شيء زيادة. خواص الإشعاعات الكهرطيسية، الحقلين الكهربائي والمغناطيسي تواتر الاهتزاز نفسه، طبعا حكينا هالشيء وفصلنا انه لويش لها نفس التواتر، لويش يعني الحقلين الكهربائي والمغناطيسي لها نفس التواتر. الامواج الكهرطيسية عرضانية، في عندنا مثل ما درسنا بالباك نوعين من الامواج، امواج عرضانية وامواج طولانية. الامواج الطولانية مثل الامواج الصوتية، والامواج العرضانية مثل ما كان مثل ما درسنا الاوتار، كانت تهتز الوتر بشكل إلى الأعلى وإلى الأسفل. أما الأمواج الطولانية كانت بتأثر على شكل انضغاطات بالنابض أو انضغاطات بالهواء، ورح ندرس نوعين الأمواج الطولانية والعرضانية بالفصل 15 بالأمواج الصوتية. يعطى اتجاه انتشار الموجة بالجداء المتجه اي ضرب بي. درسنا بالثانوي إذا تتذكر المتجهات وضرب الأشعة، إذا بتتذكرهن الله يجزاك الخير، إذا ما بتتذكرهن بس ابصم لي هاي الجملة. هاي الجملة إجت بدورة 2020، إنه اتجاه انتشار الأمواج الكهرطيسية بيكون على شكل جداء المتجه، قسمة المتجه، طرح المتجه، جمع المتجه. يعني كل هاي الفقرات اللي عم نحكيها هسه اللي هي اللي حكينا عنها إنها فقرات جامدة، فيها نسبة الأسئلة أقل، يعني قليلة جدا نسبة الأسئلة الدورات اللي إجت منها. يعني يعني إذا بتشوف أنت بتلاحظ إنه أغلب أسئلة الفصل الثالث بتكون على أفكار فهمية وبيكون فيها تطبيقات كثيرة واستعمال آلة حاسبة. يرتبط الحقلان على النحو اي اكس واي زد تي تساوي سي بي بي اكس واي زد تي. مثل ما حكينا إنه بعد ما حلينا معادلات ماكسويل طلع معانا حل جيبي بدلالة الزمان والمكان. اكس واي زد بتمثل ثلاثي الابعاد يعني بدلالة المكان، اما تي بتمثل المكان مثل ما حكينا اكس واي زد، اما تي فبتمثل الزمان، فمعناته الحقلين بيرتبطن بالزمان والمكان. مثل ما حكينا انه الحقل الكهربائي بتناسب طردا مع الحقل المغناطيسي، وهاي المعادلة بتوضح انه شلون ربطوا الحقل الكهربائي والمغناطيسي، وانه الحقل الكهربائي بتناسب طردا مع الحقل المغناطيسي. يمكن تعبير عن الحقل الكهربائي بالعلاقة اي زد تساوي واي تي الى اخره. هاي المعادلة بتحفظها بصم وما فيها شرح، يعني معادلة نظرية. تطبيق، يعطى الحقل الكهربائي لموجة كهرطيسية بالعلاقة
اي زد تساوي واي تي، اي ام ساين كي واي ناقص اوميجا تي زائد بي على تي. شو سائلين؟ في اي اتجاه تنتشر الموجة؟ شايفين احنا بهاي المعادلة انه بتعتمد على واي، فمعناته الموجة الحقل الكهربائي لا تعتمد على اكس او زد، فلا بد ان تنتشر بالتوازي مع المحور واي او زائد واي. فمعناته الموجة الكهربائية الحقل الكهربائي للموجة الكهربائية بنتشر على المحور واي. تحمل الموجة نصف طاقتها بحقلها الكهربائي والنصف الآخر بحقلها المغناطيسي. يعني نصف الطاقة تبع الموجة الكهربائية بيكون بالحقل الكهربائي والنصف الآخر بالحقل المغناطيسي. رح ندرس سونا مفهوم جديد واللي هو كثافة الطاقة المختزنة أو يو. يو للحقل المغناطيسي هي نص بي مربع على ميو صفر. ذكر لي ميو صفر واللي كانت هي النفوذية. وكثافة الطاقة المختزنة للحقل الكهربائي هي نص إبسيلون صفر بي إي مربع. إبسيلون صفر مثل ما حكينا هي السماحية. شو ظل عندنا؟ تكون كثافة الطاقة الكلية، يعني إذا بدنا نشوف الطاقة الكلية أو كثافة الطاقة الكلية، فبجمع كثافة الطاقة للحقل المغناطيسي وكثافة الطاقة للحقل الكهربائي وبشوف شو راح يطلع معي. انتقال الطاقة بالأمواج الكهربائية. هنا راح تكون عندي هاي الفقرة عبارة عن فقرة قوانين وفيها تطبيق، لازم نحفظ القوانين لربما سألنا عنهن. شدة الموجة، شدة الموجة هي مقياس لكمية الطاقة الساقطة على واحدة السطوح في الثانية. ذكر لي انه هذا التعريف بيشبه تعريف اشي اخذناه بالفصل الاول واللي كان هو التدفق، واللي كان هو كمية الفوتونات على واحدة السطوح وواحدة الزمن. فيعني احنا بنقدر نقربه ونربطه مع التدفق اللي كان عندنا بالفصل الأول. اي تساوي دلتا اي على اي بدلتا تي. ذكر انه من دراستنا بالثانوي كان البي افريج او الاستطاعة المتوسطة هي تغير الطاقة على تغير الزمن. فمعناته اذا كمان سألني عن الشكل الثاني لقانون اي فهو بي افريج على اي. عوضنا احنا البي افريج اللي هي دلتا اي على دلتا تي. الدلتا اي هي تغير الطاقة، قانونها هو يو اي في بي في. يو اي في هي كثافة متوسطة، راح نشوف قانونها بعد شوي، على اي بدلتا تي. يو اي في بي اي عوضنا في بدالها اي بدلتا اكس، اختصرنا الاي مع الاي راح يطلع معايا يو اي في بي سي. يو اي في هي مثل ما حكينا ابسلون صفر بي اي مربع وتساوي واحد على ميو صفر بي مربع. الهاي ار ام اس ما بتفيدنا اي شيء لانه احنا بندرس فيزياء طبية وما بندرس كهرباء. تطبيق، تبلغ شدة ضوء الشمس تصل للغلاف الجوي 1400 واط على المتر مربع. معناته هاي البي الاي، هاي الشدة معناته هاي هي عبارة عن الاي. ما هو خرج الاستطاعة المتوسطة للكلية للشمس؟ معناته بده هو بي افريج. مثل ما حكينا انه البي افريج هون، يعني انه الاي لها شكلين القانون، يا اي تساوي بي افريج على اي يا هذا الشكل. فاني من خلال هذا القانون عزلت البي افريج فراح تكون هي اي بي اي. هاي معطينا اياها اللي هي 1400. اي هي عبارة عن مساحة سطح، مساحة السطح. هنا عندنا الشمس، الشمس هي عبارة عن منبع متماثل مناحي له شكل الكرة. مساحة الكرة هي 4 بي ار مربع. عوضنا على الآلة الحاسبة بيطلع معانا هذا الرقم. بدهم هنا ما شدة ضوء الشمس الوارد على عطارد. حسبنا احنا الاستطاعة المتوسطة للشمس وهي ثابتة يعني من الطلب اللي قبله. بعوض بي اي تساوي بي افرج على اي، بي افرج معاي و اي كمان معايا انه معطيني اياها البعد، يعني معطيني 5.8 ضرب 10 قوة 10. فبعوض نفس الشيء انه مساحة كرة، فبتطلع معي 9460 واط على المتر مربع.